اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. واول ما يعني ابتدينا مع حضراتكم السادسه اتفقنا انه بالتاكيد في مساحه للتعبير عن راي الجمهور. واسمحوا لي قبل ما ارحب بضيفي في السادسه، هو واحد من نجوم النادي الاهلي واللعيبه الحريفه اللي بتحب الجمهور الكره بتاعتهم، خليني اقول لحضراتكم ان انا يمكن سمعت وجهه نظر بتتكلم على انتقال كابتن احمد فتحي وكابتن رمضان صبحي لنادي بيراميدز، ورغم ان الموضوع ده احنا قلنا بالنسبه لنا انه صفحه واتقفلت وما اتجرناش لاي نوع من انواع المهاترات، رغم انه كان في حاجات كتير جدا يترد عليها، لكن خليني اقول انه كابتن مدحت شلبي لما كان بيتكلم على انه من وجهه نظره، وهي وجهه نظر منطقيه جدا على فكره وتحترم جدا، انه ما فيش فرق من وجهه نظره في انتقال احمد فتحي لبيراميدز عن انتقال رمضان صبحي لبيراميدز، وبالتالي الامر لا يستدعي الضجه ولا يستدعي، هو مش لاقي منطق للفرق بين الطريقه اللي خرج بيها احمد فتحي ومعامله الجمهور ليه والطريقه اللي خرج بيها رمضان صبحي ومعامله الجمهور ليه، وشايف انه الاثنين عقودهم انتهت مع النادي الاهلي، الفرق بس انه فتحي انتهى في نهايه السيزون ورمضان انتهى قبل ما السيزون يخلص. الكلام ده كابتن مدحت مع كامل الاحترام، وانا قلت انها وجهه نظر تحترم جدا ومنطقيه، لكن يمكن تنفع اكتر مع نادي مالوش شعبيه ولا جماهيريه، ويمكن تنفع اكتر او تنطبق اكتر على الموضوع من وجهه نظر العلاقه بين الاداره واللاعب فقط لا غير، لكن لو حضرتك بصيت لها من وجهه نظر الجمهور هتجد الامور مختلفة جملة وتفصيلا. أولا الفارق بين الاثنين من وجهة نظر كتير من جماهير النادي الأهلي، عشان ما صدرش على رأي كل الجماهير، أنه كابتن أحمد فتحي مشوار طويل جدا من العطاء، مواقف كتيرة جدا، كم كبير وحجم كبير جدا من الإخلاص، نجاحات كتير جدا، حجم انتماء كبير جدا في مواقف ظهر فيها معدن أحمد فتحي مع جمهور النادي الأهلي. ومن وجهة نظر الإدارة في بعض الأوقات ومع كتير من النجوم، مش بس بتكلم على فتحي، أنه يحق للاعب الانتقال في نهاية مشواره كنوع من أنواع التكريم، وده نوع من أنواع التقدير اللي بتديه إدارة النادي الأهلي. مش بتكلم بس على إدارة كابتن خطيب، كتير من الإدارات عملت ده مع كتير من نجوم الأهلي على مدار التاريخ. أما قصة أنه يكون في تشبيه بين رمضان وبين أحمد فتحي، فده أمر اسمح لي أقول لحضرتك عليه مغلوط. ليه؟ لأنه إدارة النادي الأهلي أبدا مش ممكن تفاوض لاعب إلا بعد ما يعلن عن رغبته في الانتقال لصفوف النادي الأهلي، وقلنا أن العلاقة بين الأهلي وبين اللاعب مش علاقة مادة فقط لا غير، صحيح المادة بتمثل ركن أساسي، لكن الإخلاص والانتماء والرغبة في ارتداء فانيلة النادي الأهلي شيء أساسي في إتمام الصفقة، وده بالظبط اللي حصل مع كابتن رمضان صبحي، وهو ما لا يلتزم به، وخصوصا في تصريحاته لجماهير النادي الأهلي واللي أعلن فيها مرارا وتكرارا أنه مش هيلعب في مصر غير للنادي الأهلي. عشان كده من حق جماهير النادي، واسمح لي، أنها تفرق تماما في التعامل وفي الموقف ما بين كابتن أحمد فتحي الظهير التاريخي للنادي الأهلي وبين كابتن رمضان صبحي. اسمحوا لي بقى ارحب بضيفنا في حلقه السادسه النهارده، وزي ما قلت لحضراتكم نجم من النجوم اللي صحيح ما لعبوش مع الاهلي فتره طويله، وصحيح ما استمتعناش بكورته كتير، لكن الحقيقه كان من اللعيبه الحريفه، من اللعيبه اللي تحب تتفرج عليها وبتحب ان الكوره تجي لها، وللاسف الشديد دول مش كتير. كابتن محمود سمير نجم النادي الاهلي ضيفنا في السادسه، مساء الخير يا كابتن محمود. مساء النور وسعيد بتواجدي مع حضرتك. شرف ليا انك تكون موجود معانا النهارده، وانت من اللعيبه اللي انا كنت بحبهم، رغم انك انت يمكن ما ظهرتش مع الاهلي كتير، كنت في جيل يطلق عليه جيل العظماء بدون تحيز، لكن انت الحقيقه كنت موهبه وكنت لعيب، يعني زي ما قلت في بدايه الحلقه، من اللعيبه الحريفه اللي بنستمتع دايما بادائهم. ربنا يخليك ومتشكر على التقديمه الجميله. لا خالص، تستاهل اكتر منها. خلينا اسمع رايك في بالمناسبه في الكلام، انت يعني كواحد اهلاوي، واحنا كنا لسه بتكلم معاك وقد ايه انه حبك للاهلي كان يعني طبعا. خليني مش عايز اقول تضحيه، لكن بيبقى مأثر بشكل كبير. انت لما جيت تنتقل للنادي الاهلي، عشقك للفريق وعشقك للتيشيرت النادي الاهلي كان واحد من اهم عناصر حسم القرار بالنسبه لك. اكيد طبعا، انا واحد من الناس اللي متربي وسط عيله اهلاويه، بعشق حاجه اسمها النادي الاهلي. كان قرار حاسم بالنسبه لي لما جالي اهلي وزمالك وانا في تالت سنه، ان انا اكون قراري حاسم ان انا اكون متواجد في النادي اللي انا بحبه، اللي انا بعشقه، اللي انا كان نفسي في يوم من الايام ان انا اكون متواجد فيه. فهو اللعيب دايما هو بيبقى ليه القرار الاول والاخير، وهو اللي بيبقى مسؤول عن قراره. فمن حق جماهير نادي الزمالك، انا سمعت جماهير نادي الاهلي ان هي تزعل طبعا من الكلام اللي بيتقال، لان طبعا زي ما حضرتك قلت احمد فتحي نجم كبير جدا، من اهم الباكات رايت اللي جم في تاريخ مصر بعد الكابتن ابراهيم حسن، فكان لازم ياخد حقه طبعا. ولعيب انا كنت بتمنى ان هو يكون مكمل ويكون نهايته في نادي الاهلي، واخلاصه وانتمائه على مدار طبعاً مشوار طويل جدا مع نادي الاهلي
مش محل شك، في حاجات بتبقى امور واضحه للجمهور ومش محتاجه حد يترجمها ومش محتاجه حد يتكلم عنها. المواقف والافعال بتوصل بشكل كبير جدا للجماهير العاشقه للنادي الاهلي. طبعا انا احمد فتحي ادينا شفناه لحد اخر مباراه في النادي الاهلي وهو بيأدي 90 دقيقه، بيأدي على اكمل وجه. انا بشوفه من اللعيبه، من ارجل اللعيبه اللي جت مصر وجت النادي الاهلي، لعيبه كتير جدا عظام لعبوا في تاريخ النادي الاهلي، بس بخص بالذكر احمد فتحي من اللعيبه المخلصه لحد اخر يوم في عقده وهو بيخلص مع النادي الاهلي، خاصه في بطوله افريقيا اللي كان نفسي ان هو يكون متواجد في نهائي افريقيا وكان يستحق ان هو يتوج مع اللعيبه، فبتمنى له التوفيق طبعا. بالتوفيق ان شاء الله الكابتن احمد فتحي، يستاهل كل خير. وخليني ابتدي معاك انت بقى، ويعني لو تكلمنا كده عن كواليس انضمامك للنادي الاهلي، وانت يمكن دخلت في فتره فرقه النادي الاهلي كانت يعني مش هقول متوهجه، الحقيقه الجيل ده من اللعيبه والتوقيت ده، انا بقول دايما انه العشر سنين الاولانيين من الالفيه الجديده كانت فتره ذهبيه وتاريخيه، تحدي وصعوبه كبيره الجاي لاي جيل جاي في النادي الاهلي انه يكرر نفس الفتره دي. كلمني عن ملامح الفتره، بس خليني استرجع معاك كده شويه من الذكريات. لا طبعا يعني لحد النهارده لما باجي احكي لبناتي وكده، يعني من احلى فترات حياتي ان النادي الاهلي من ضمن 400 500 لعيب ان هو يختار محمود سمير من نادي الترسانه، فدي بالنسبه لي كانت حاجه كبيره جدا. كنت سعيد جدا ومبسوط جدا، حاجه كان نفسك فيها وان ربنا بيديها لك بتحققها، انك تكون متواجد في نادي الاهلي. ففتره اكيد بالنسبه لي مهمه جدا في حياتي، كان نفسي ارضي طموحي وارضي طموح جمهور النادي الاهلي ان انا اكون على قد المسؤوليه، ان انا اكون نجم من النجوم اللي موجوده في النادي الاهلي. صادفني سوء حظ طبعا بكثره النجوم اللي كانت موجوده، وحضرتك تعلم طبعا كم من النجوم اللي كانت جيل موجوده، تريكا وبركات وعماد متعب وفلافيو وجلبرتو ولاعيبه تقيله، كابتن احمد حسن طبعا نجم منتخب مصر، حسين ياسر محمدي، فان تخش السكور وسط الجيل العظيم ده طبعا دي كانت حاجه كبيره جدا. والناس اللي ما تعرفوش ان كان في التمرين الموضوع حرب، يعني الموضوع ممكن الناس تيجي تتكلم حرب شريفه طبعا. طبعا لا، الناس كلها بتجتهد وبتتعب ان هي تخش السكور. 35 لعيب كانت القايمه ساعتها في الفتره دي، فانك تختار 18 لعيب كانت مسؤوليه كبيره على مستر منهم كمان، تختار 11 يلعبوا كانت مسؤوليه كبيره على مستر مانويل طبعا. لكن الناس كلها كانت بتحارب ان هي تكون متواجده. والناس اللي ما تعرفوش ان اللي يشوف تمرين النادي الاهلي اصعب بكتير من المباريات. في ناس كتير ممكن تقول لك اللعيبه دي بتتصاب امتى، ده ما بيلعبوش. لا، اللعيبه بتتصاب من الحرب اللي بتحصل في التمرين. الناس كلها نفسها تكون متواجده، كل واحد يطلع يعني اقصى ما عنده عشان أكيد يبقى في التشكيل. اكيد طبعا. طبعا انا ما بجيبش اللوم ولا على نفسي ولا على مستر مانويل والجهاز الفني. هو الراجل كان معذور، عنده جون كتير وعنده ناس في مكان محمود سمير زي ابو تريكا وبركات وكابتن احمد حسن وحسين ياسر محمدي، فانك تختار اثنين يكونوا متواجدين فالموضوع صعب. لكن كان نفسي ان انا طموحي ان انا كنت اكون متواجد فتره اكبر في النادي الاهلي واحقق طموحي مع الجمهور ومع النادي. لكن الحمد لله طبعا ان انا تواجدت في فتره مع نجوم انا بعتبرهم ان هم كانوا منتخب مصر، يعني هم السبب الرئيسي لحصول منتخب مصر على 3 بطولات افريقيا مع كابتن حسن شحاته. هذا الجيل العظيم يعني، وجيل خلد اسمه في تاريخ الاهلي، واعتقد جماهير النادي الاهلي ما تنساش الجيل ده من اللعيبه. ويمكن عشان كده بشوف انه الجيل اللي موجود ده اتظلم شويه، يعني العشر سنين الثانية يعني اقصد في الألفية كان في ظروف كتير جدا صعبة. أكيد. ورغم كده الأهلي قدر يعمل فيها بصمة، يعني قدرنا نفوز بدوري أبطال أفريقيا مرتين، قدرنا نوصل نهائي مرتين ولم نوفق، قدرنا ناخد كونفدرالية، قدرنا نختم طبعا بالثلاثية في السنة دي. وده يخليني أسألك، بما أنك أنت عاصرت الجيل الذهبي ده وكنت موجود معاهم، شايف أنه الجيل ده، جيل اللي ختم السيزون اللي فات بالثلاثية، قادر أنه يكرر إنجاز العشرة الأوائل، الجيل الذهبي اللي كنا لسه بنتكلم عليه؟ لا، أنا بشوف طبعا أن هو قادر. تحسب للنادي الأهلي طبعا في البداية أن هو بيقدر يجهز لعيبة في ظل أن في لعيبة كبيرة زي كان أبو تريكة وبركات والجيل العظيم وعماد متعب والجيل ده كله، ان هو كان قادر ان هو يجهز لعيبه تكون متواجده وتشرب من اللعيبه الكبيره. كان عبد الله السعيد كان لسه جاي، وليد سليمان من الناس اللي هي خدت الخبرات بسرعه وسط النجوم اللي كانت موجوده، قدروا يكملوا المسيره مع نادي الاهلي، وغيرهم غير عبد الله كمان وليد سليمان لعيبه كتير جدا. بشوف ان الجيل الحالي اللي حقق الثلاثيه ببارك لهم طبعا من خلال قناه نادي الاهلي ومن خلال حضرتك، وان شاء الله مزيد من النجاح ان شاء الله في السوبر الافريقي. رغم ان كان في صعوبات كتير جدا السيزون اللي فات، يعني السيزون بتاع الثلاثيه ده يمكن يكون اصعب سيزون واجهه نادي الاهلي في ال 20 سنه الاخيره. اكيد يعني لعيبه بتلعب مدرجات فاضيه،
وانت عارف انه طبعا انت لعبت مع موضوع الجمهور جمهور مختلف. طبعا موضوع الجمهور طبعا مختلف يعني جمهورك جمهور لما كان بيبقى مالي سنتهالي في جيل النهارده بيشجع كوره خلينا نقول من 15 ل 20 سنه. الجيل ده زمان في العشرة الاولانيين كان لسه صغير ما يعني صح. ما يعرفش عن ايه مدرجات، ما يعرفش عن ايه اهلي، وما يعرفش عن ايه جمهور. الجيل ده ما شافش الاهلي وسط جماهيره طبعا، يعني ايه جمهور الاهلي في المدرجات. لا الموضوع كبير جدا، موضوع الجمهور بيدي باور غير عادي للعيب في المباريات. في بعض اللعيبه عصره الجمهور، شناوي، ايمن اشرف، سعد السمير، في بعض اللعيبه طبعا وليد سليمان النجم الكبير ومن ارجل اللعيبه الفتره الحاليه والفتره اللي فاتت في النادي الاهلي، بتمنى له طبعا الشفاء وان هو ان شاء الله يكون متواجد المباراه القادمه ان شاء الله. لا موضوع الجمهور موضوع مختلف خالص. جمهور بيعلي لعيبه بشكل غير عادي، خاصه جمهور النادي الاهلي. احساسك وانت شايف وانت داخل الملعب بيديك باور غير عادي. اول مره دخلت اول مره ليا كان مباراه اهلي وزمالك، كانت اهلي وزمالك مع مستر مانويل، وكسبنا فيها 2-0. كان الهدف الاول لاحمد فتحي والهدف الثاني لعماد متعب. كان ساعتها جه بركات في المعسكر وقال لي خلي بالك عشان انت هتلعب بكره، فقلت له ازاي انا ماتش اهلي وزمالك ده كنت بتفرج عليه في التلفزيون، فان انا اكون موجود في السكور ده بالنسبه لي حاجه كبيره. فقال لي لا هو الخواجه دايما بيحب ينزل وجوه جديده في مباراه الاهلي وزمالك. والحمد لله فعلا كنت بركات هو اللي بلغك انك بالليل فلعبت الحمد لله المباراه واديت بشكل كويس جدا، ومستر مانويل شكر فيا جدا. كنت انا واحمد فتحي من الصفقات اللي لسه جايه في يناير، وكان بالنسبه لي خضه الجمهور دي حاجه كبيره جدا. بس في نفس الوقت خدت باور غير عادي، نزلت اديت اللي عليا، وبالنسبه لي حاجه كنت بحلم بيها ان انا اكون متواجد وسط 70,000 متفرج. موضوع مختلف خالص. حتى لو اللعيب نازل بنص امكانياته مجرد ان هو بيشوف جمهور الموضوع بيختلف معاه 180 درجه. تحسب طبعا للعيبه في ان هم يحرزوا الثلاثيه لنادي الاهلي في عدم وجود جمهور طبعا. دي حاجه كبيره جدا وموسم طويل، وتحسب لمجلس الاداره والجهاز الفني واللعيبه المتواجده كلها، وموسم طويل جدا زي ما حضرتك عارف. على مدار 13 14 شهر بسبب موضوع كورونا، وانك ترجع بعد كورونا بالاداء دوت بالشكل دوت وبتحرز بطوله افريقيا اللي هي من اهم البطولات لجمهور النادي الاهلي، بطوله المحببه للعيبه طبعا بشكل خاص. فطبعا بكن لهم كل الاحترام، ومن خلال حضرتك ببارك لهم تاني مره، وانا مبسوط جدا بصراحه بالاختيار لمستر موسيماني في الفتره الصعبه دي، نجاح من لجنه الكوره ولجنه التخطيط ومن مجلس الاداره وكابتن خطيب، انك تختار مدير فني في وقت ضيق زي دوت عنده خبرات في افريقيا وتقدر تحقق البطوله. ده موضوع يحسب للجهاز الفني والمجلس الإدارة طبعا. مين أفضل لعيبة في النادي الأهلي من وجهة نظرك عملوا سيزن استثنائي كان سبب في نجاح الأهلي في الثلاثية، في تحقيق الثلاثية؟ بص هو طبعا الفرقة كلها نجوم، من أول عامل غرفة اللبس لحد اللعيبة كلها لحد مجلس الإدارة. لكن أنا بقول لو ما فيش دكة قوية في النادي الأهلي ما كانش يظهر اللعيبة بالشكل ده. بشوف ان الشناوي طبعا رقم واحد، بتمنى له التوفيق طبعا وربنا يحفظهم جميعا كلهم. رقم واحد في النادي الاهلي طبعا محمد الشناوي، من ارجل اللعيبه ومن اهم اللعيبه اللي اكتسبت خبرات في وقت قصير وقدر يكمل المسيره. بشوف ان ايمن اشرف ماشي بشكل كويس جدا، من اللعيبه المؤثره جدا في مكانه، رغم ان هو اتشخص في مكان غير مكانه اللي احنا عارفينه. سبحان الله. طبعا هي ربنا ما بيعملش حاجه وحشه ابدا. طبعا هي يعني ايمن تالق ومازال تحسب الحقيقه للمدرب انك تقدر تشخص لعيب في مكان مختلف. دي تحسب للمدير الفني بشكل كبير جدا. بشوف ان السوليه وحمدي فتحي واليو ديانج من اهم اللعيبه في مسيره الدوري المصري هذا الموسم في خط الوسط. طبعا قفشه من اللعيبه المهمه جدا، معالي معلول من اللعيبه المهمه جدا. المجموعه دي بالذات بالاخص طبعا وليد سليمان من اهم اللعيبه، وكان معاهم احمد فتحي اللي قدروا فعلا يعرفوا يستحوذوا على اوضه اللبس ويعرفوا يخلوا اللعيبه الصغيره تكتسب خبرات، وعرفوا ان هم ازاي يرجعوا بطوله افريقيا اللي الجمهور طبعا كان دايما بينتظرها. وانا واحد من الناس كنت بتمنى ان الجيل دوت ياخد بطوله افريقيا عشان يعرف قيمه كاس عالم الانديه. هكلمك عن مشوارنا السنه دي وسعي الاهلي. طبعا احنا عندنا اكتر من مشوار مهم جدا، الدوري البطوله المحببه، ودوري طبعاً الابطال البطوله المفضله، والاهم من دول يمكن يكون انتظار جماهير النادي الاهلي لبطوله كاس العالم للانديه. سنه صعبه بس اهلي 2020 2021 مختلف عن اهلي السيزون اللي فات. هسمع رايك واعرف منك بس بعد ما نروح لفصل ونرجع نكمل كلام. نجم وسط النجوم قصه غير صحيح، في ناس كتيره جدا ولاعيبه
امكانياتها ومهارتها وقدراتها تسمح لها انها تتالق في وسط فرق كتيره جدا، لكن عشان تتالق وتنور وسط نجوم النادي الاهلي المهمه صعبه. وده كان المحور الاخير اللي اتكلمت فيه مع كابتن محمود سمير ضيفنا في السادسه طبعا اللي منورنا النهارده، وموضوعات كتيره جدا هنحاول يعني نتناقش فيها. اهلا بحضرتك مره ثانيه. ربنا يخليك. انا وقفت معاك قبل الفصل على طول على فكره انه الاهلي السنه دي غير طبعاً. انت شايف انه فرقه الاهلي السنه دي مختلفه عن الفرقه اللي خدت الثلاثيه، وده على السيزون الجديد بالنسبه للمشوار بقى فيه بطولات كتيره جدا مستنياها جماهير الاهلي. بشوفهم طبعا غير، خاصه بعد العوده للخماسي من الاعاره. محمد شريف، صلاح محسن، اكرم توفيق، نصر ماهر، احمد ياسر ريان، بالاخص كمان بعد ابرام صفقه بيكهام وبدر بنون وطاهر محمد طاهر طبعا من اللعيبه المهمه جدا. ف 8 9 لعيبه جوه من النادي الاهلي، الموضوع هيبقى مختلف جدا. زي ما قلت لحضرتك، طول ما انت عندك دكه تقيله بتبقى مطمن، خاصه النادي الاهلي مختلف عن كل الانديه. مين كان اجمل مدفع جي معاك وانت بتلعب في الاهلي؟ مدفعكي مين كان شويت؟ مين كان يعني اما الكوره بتجيله ويبقى كده بيتعزم ويشوط على الجون بتقول الكوره دي رايحه؟ لا، بنغمض عينينا وعارفين ان هي رايحه القن طبعا، يعني معتز اينو اكيد طبعا. كابتن معتز اينو معانا على التليفون. مساء الخير يا كابتن معتز. حبيبي يا سمر، عامل ايه؟ حبيبي زيك، اخبارك ايه؟ كابتن محمود معاك، اتفضل. حبيبي اينو، ما انت برضه سمر، ما انا بسلم عليك. احنا الاثنين صحيح احنا الاثنين تمشي. اهلا بيك يا كابتن معتز، منورنا. ربنا يخليك، شرف ليا ان انا موجود معاك ودايما منورين، منور محمود سمير، منور النجم بتاعنا الحريف. حبيبي اينو مدفعجي. حبيبي ربنا يخليك، وحشني يا حوده والله. حبيبي وانت والله، انه يعني من اللعيبه المهمه جدا في تاريخ مصر كلها معتز اينو، يعني نجم من نجوم الشويطه اللي لا تسك يعني ما تقدرش تنساه يعني طبعا. هو من اللعيبه يعني تيجي تقول مثلا كابتن حمزه الجمل، كابتن محمود ابو الدهب، وتقول معاهم معتز اينو من اللعيبه المدفعجيه يعني. طبعا ذكر حبيبي يا حوده، ربنا يخليك. ذكريات جيل مهم جدا وما ننساهوش يا كابتن معتز للنادي الاهلي، وبتهيألي بينك وبين كابتن محمود جوه الملعب وبره الملعب لقطات كتير جدا. طبعا. لا، محمود كان يعني من الناس المؤدبه جدا والمحترمه جدا، واحنا كنا في الاهلي، ولما النادي الاهلي اشترى محمود من الترسانه كان ساعتها هو مكسر الدنيا في الترسانه. ومحمود من يعني مش بقول كده والله عشان هو موجود معاك او في القناه، لا، محمود من اللعيبه، من امهر اللعيبه اللي جت يعني مصر. يعني الكوره في رجله، كان هو حتى لما جه قال لك الصفقه دي دخلت في ابو تريكه ساعتها. حقيقي انا فاكر احنا كنا في فاحنا كنا ساعتها في الاهلي كنا منتظرين بقى محمود سمير وبتاع، فلا لعيب هايل طبعا، وكان اضافه لينا، وحضر بقى كمان مع النجوم بقى العمالقه ابو تريكه وبركات والجمعه الجيل العظيم ده اللي حقق بطولات كتيره. فمحمود كان ليه النصيب اللي هو يشارك ويحقق بطولات كتيره مع النادي الاهلي، وخد بطولات كتيره مع النادي الاهلي. فهو يمكن هو كمان يمكن يحكي لك بقى على بطوله 2008 بتاعت القطن الكاميروني، فدي كان فيها برضو مواقف كتيره وكان فيها حاجات كتيره دي. طب انت تفتكر لنا منها بقى كابتن معتز وانت معانا على التليفون. عايز اقول لك بس عشان هو ما يهربش منك، هو من اخف دم لعيبه في مصر طبعا. كابتن معتز اينو هو واستاكوزا يعني من اخف دم لعيبه تقابلهم في حياتك. ايه قصه القطن؟ كان ساعتها احنا كنا داخلين على مباراه القطن الكاميروني دي اللي احنا كسبنا فيها اثنين، كابتن شادي محمد واحمد حسن، كابتن احمد حسن، وكان ساعتها كابتن احمد حسن فاكر سمير، وكان عامل لنا احنا مكافاه للناس اللي هم يعني الشباب بقى، عارف كان في ساعتها الناس الكبيره النجوم ابو تريكه وبركات وكابتن احمد حسن شادي والجمعه، وكان في بقى الشباب بقى احمد السيد، اينو، سمير، محمد سمير، حسام عاشور، احمد علي منعم. فده كان هو بيحفزنا دايما كابتن احمد حسن، وقال لنا انا هديك وانا كمان مكافاه لو خدنا البطوله. فاحنا كلنا عارف كنا بننزل التمرين يعني مش عايز اقول لك، كان التمرين بيطلع شرار. فكنا فعلا والله فعلا بنتمرن وكنا مركزين جدا ان احنا عايزين نعمل حاجه طبعا للنادي وحاجه لينا، وكنا بقى مركزين كمان في المكافاه اللي احنا هناخدها، عارف كانت دي اهم حاجه عشان نرجع مبسوطين. غير بقى اللي طبعا كان في محبه بقى، الموضوع كان مختلف خالص، كان في محبه بقى وانتصار بس احنا كنا بنقدر نفصل بقى بين الماتشات وبين التمارين وبين الضحكه وقت يعني الهزار والضحك بس قول لي يا كابتن معتز، عشان انت يعني لفتت نظري
لانه كان في اجيال مختلفه في التوقيت ده في النادي الاهلي. انتوا كلاعبين صغيرين جوه الملعب يعني بتتعاملوا ازاي مع الكباتن الكبار؟ بتتعاملوا ازاي مع تريكا؟ احنا كنا الجيل الوسط مش صغير، كان في جيل بقى اصغر مننا، كان عمرو ورده معانا، كان عمرو جمال، سعد التنفير، ايمن اشرف، ودول انت اللي كنت بتديهم مكافئات يعني؟ انت كنت بتوعدهم بمكافئات؟ لا احنا كنا بناخد بس. لا نقبض بس. هما كانوا بص ثلاث فئات، الكبار قوي وبعدين الوسط احنا الشباب، وبعدين الصغيرين لسه طالعين من الصعيدين، شهاب وهشام محمد، احمد شكري، عمرو جمال، ده الجيل اللي كان لسه طالع بقى الصغيرين. بس احنا بقى كنا بناخد، بس احنا كنا بنعلم الناس الثانيه هتاخد ازاي بعدين. بشكرك شكرا. انا اقول لك كان فضل. كان يعني الجيل ده بجد كان طبعا الواحد بيحسد نفسه اللي هو كان حقيقي. مش عايز اقول لك يعني شارك مع الجيل ده والناس المحترمه دي وحقق بطولات للنادي الاهلي كتيره. طبعا طبعا الواحد بيحمد ربنا اللي هو عاشر الناس دي، وبتمنى لمحمود سمير التوفيق، وهو من اللعيبه المؤدبه جدا جدا وشخصيه محترمه جدا، بتمنى له كل التوفيق في حياته. حبيبي عيني ربنا يخليك. نورتنا وسعداء بسماع صوتك كابتن معتز، ونتمنى نشوفك، والروح اللي انت بتحكي عليها وبتتكلم عليها دي يعني الموضوع، انا فاهم ان الكوره طبعا امكانيات ومهارات وانسجام ولياقه والكلام ده كله وتاكتكس ومدير فني، بس مهم جدا ان الروح دي تبقى بتجمع الفريق الواحد عشان يقدر يحقق الكم الكبير جدا من البطولات. حبايبك كتير يا كابتن محمود. حبيبي يعني نقول الو تاني، معانا نجم النادي الاهلي كابتن احمد صديق معانا على التليفون. حبيبي الو. يا حوده الصديق يا نجم، ربنا يخليك يا حبيبي. عامل ايه؟ فنان. الحمد لله حبيبي. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله حبيبي صديق. ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا كابتن احمد، منورنا. سعداء دايما بسماع صوتك. ربنا يخليك وموفق دايما كده وبالتوفيق دايما يا حبيبي. الله يخليك يا كابتن احمد. يعني انا عايز اقول لك انت جبت لي محمود بقى يعني اتكلم ولا حرجه. حبيبي صديق، يعني جبت لي يعني من احسن اثنين انا بحبهم عاصرتهم في نادي الاهلي. الفرقه ما كنتش بتحبها؟ لا بحبهم كلهم جدا طبعا، لكن صديق وإينو من الناس اللي انا بعزهم جدا جدا بصراحه، وحسام عاشور واحمد شديد واحمد عادل، اللعيبه دي الجيل ده يعني بصراحه انا بالنسبه لي شرف ليا ان انا لعبت معاهم. لا واحنا عارفين طبعا علاقتك بكابتن اينو وكابتن صديق الحقيقه وارتباطك بيهم جدا، فكان مهم جدا يكونوا موجودين معانا النهارده حتى لو بصوتهم. لا والله انا اللي سعيد ان موجود معاكم النهارده، لان محمود من الناس اللي تحب انك تشوفها وتتكلم معاها. محمود من الناس المحترمه جدا، يمكن زي ما لسه اينو قايل من الناس اللي الواحد انا ممكن اكون زعلان منه، لان ممكن يكون قصر في حق نفسه كتير جدا، لان كان عنده اكتر من كده بكتير قوي. محمود من اللعيبه كويسه جدا جدا جدا، لكن هو قصر في حق نفسه، لكن اتمنى له التوفيق في اللي جاي ان شاء الله، وانه يعوض كتير قوي من اللي فات يعني باذن الله. ان شاء الله. حبيبي صديق ما تحرمش منك. حبيبي محمود بالتوفيق دايما حبيبي في اللي جاي كده ان شاء الله. سلام لحبيبي. حبيبي صديق، في ذكريات اكتر حاجه تفتكرها لكابتن محمود جوه الملعب بره الملعب، يعني زي ما انت تحب كابتن احمد؟ لا احنا مواقفنا كانت كتيره جدا، يمكن الاسماء اللي هو ذكرها دي كنا مش عايز اقول شله، لكن كنا قريبين من بعض جدا، اينو وعاشور وشديد ومحمد سمير وكابتن احمد حسن صقر وكابتن احمد بلال، يعني مش عايزين ننسى حد. كنا حوالي 7-8 كده كنا نحب نبقى مع بعض في كل حاجه. الفتره دي احمد كمان الحمد لله يمكن على قد حبنا لبعض ده وقد اوقات المرح اللي كنا موجودين فيها، ولكن بفضل الله يمكن التركيز كان بيبقى عالي جدا في كل البطولات في كل الماتشات، ما كانش بيأثر ابدا على تركيزنا في المباريات ابدا يعني. يمكن محمود ما خد معانا بطوله افريقيا، كنا مع بعض في اكثر من سفريه، كان بيقول لنا مواقف كثيره جدا جدا كلها بحب، يمكن ده كان بينطبع علينا في الماتشات، مش مهم مين يلعب، المهم ان النادي بيكسب. محمود من الناس اللي الواحد كان بجد بيبقى مبسوط جدا وهو معاه، ومحمود من الناس قريبه مني جدا، يمكن احنا باستمرار مع بعض حتى دلوقتي وعلى تواصل دايما، وان شاء الله نفضل على تواصل دايما باذن الله. الناس خلينا ناخد رايك في حاجه كابتن احمد، بس ناس كتيره جدا والاعلام كتب على كابتن محمود انه بعد انضمامه طبعا من الترسانه انه محمود سمير هو خليفه كابتن ابو تريكه، وفي الوقت ده كابتن ابو تريكه الحقيقه يعني كان بيقدم مستويات اكتر ما تفتكر. ده ظلم اسم محمود سمير او اثر على مشواره بشكل سلبي؟ فكره المقارنه مع ابو تريكه اللي كان يعني هي المقارنه صعبه، لكن محمود فعلا كان جاي والناس كلها كانت بتتكلم عليه بشكل كويس جدا، وكان جاي كل الناس بتقول خليفه ابو تريكه فعلا، وانا يمكن في بدايه كلامي قلت لك ان انا ممكن اكون زعلان منه لانه هو قصر في حق نفسه، وكان عنده اكتر من كده بكتير جدا. لانه فعلا من اللعيبه المهمه، عارف انت دلوقتي قليل قوي لما بتلاقي لعيب تقول انه لعيب حريف. لسه كنا بنقول الكلام ده قبل الهوا على طول انا وكابتن محمود. دي حقيقه يعني، فمحمود كان من اللعيبه الحريفه اللي كانت تبقى مهمه جدا موجوده في الملعب. اتمنى له التوفيق في اللي جاي ان شاء الله، ان شاء الله في المجال اللي هو ماشي فيه،
وبالتوفيق حبيبي في كل شيء. حبيبة صديق، حبيب وتسلم على الكلام شكرا الجميل. شكرا كابتن احمد، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، نورتنا، شكرا جزيلا. بمناسبه المقارنه، يعني الاول خلينا نسمع رايك في فكره المقارنه بين محمود سمير، اسم محمود سمير. انا عارف ان دخلت على فرقه عتاوله، يعني عتاوله يعني متاكد انه اللعيب مهما كان موهوب ومهما كانت قدراته ومهاراته عشان يخش على الاسماء دي اللي كانت يعني بالطول والعرض مسيطره على كل حاجه بيبقى التحدي صعب. بس مقارنتك بكابتن ابو تريكه او انك انت خليفه ابو تريكه، ده سبب ضغط عليك؟ ده اثر على طبعًا انك انت تبين قدراتك؟ او انا طبعا فجاه لقيت الاعلام بيقارني بابو تريكه على طول، من ساعه ما نادي الاهلي اتكلم عليا ودخل نادي الزمالك اتكلم عليا في نادي ترسانه، ولقيت مره واحده كان حتى مجله ساعتها انا فاكر اسمها، كانت اسمها نجم الجماهير، قال لك محمود سمير خليفه ابو تريكه اول من اطلقوا هذا اللقب. يعني ايوه ما اكذبش عليك، انا زعلت وفرحت. فرحت انك بتتقارن بحد نجم كبير او انت زيه او بيشبهوك زيه، لكن ما كنتش اتوقع ان الموضوع ممكن يقلب معايا 180 درجه وانت متواجد في نادي الاهلي. الناس على طول منتظراك ان انت تنزل تبقى زي ابو تريكه، خاصه ان انت ممكن تقعد 3 4 ماتشات ما بتلعبش وتيجي مباراه تلعب، فالموضوع بيبقى مختلف. لكن كان طبعا عبء كبير وعبء عليا كبير جدا انك تتقارن بنجم كبير ما حدش هيعرف يعمل اللي عمله ابو تريكه، وبالاخص الفتره اللي هو كان متواجد فيها في نادي الاهلي حقق بطولات كتير، كان من احد اسباب مكسب النادي الاهلي في مباريات مهمه جدا، حقق مكاسب كتير مع منتخب مصر، كان ليا الشرف ان انا اكون متواجد معاه طبعا. طيب بمناسبه المقارنه دي انا عايز اسالك، لانه في نادي زي النادي الاهلي ما دام قررت تدخل تلبس التيشيرت سواء بتلعب مع زميل ليك في نفس المركز او جاي ورا اسم كبير كان في نفس المركز ده، يعني انت كنت بتتكلم على كابتن احمد فتحي جاي ورا تاريخ كبير جدا مثلا زي في كان في اسلام الشاطر طبعا، وفي بركات لعبها في طبعاً بعض الاوقات، وفي طبعا واحد من اساطير النادي الاهلي كابتن ابراهيم حسن طبعا. بس الجماهير لازم تعمل المقارنه دي، والجماهير لازم لما تشوف حد ما جاي مكان، يعني على سبيل المثال مثلا في مركز بلاي ميكر مثلا، النهارده عندنا مجدي بيلعب الدور ده، دخل ناصر ماهر، فطبيعي جدا هقارن بين الاثنين دول، وهقارن بينهم وبين اللي كان موجود قبل منهم. صح، طاهر جه، احمد ياسر ريان جه، محمد شريف جه، طبيعي جدا هقارن بينهم وبين بعض، واقارن بينهم وبين اللي هم جايين وراه. فاهم قصدي؟ انا فاهم قصدي، ده شيء طبيعي جدا. انا طبعا الجماهير والاهم بتهيألي محمود ازاي اللعيب يتعامل مع ده. صح، بس هي انا بشوف هي طبعا الجماهير غصب عنها، الجماهير غصب عنها ان هي بتقارن لعيب صفقه جايه جديده للنادي الاهلي ان هي بتقارنه باللي كان قبله، لكن انا بشوف ان دي مقارنه ظالمه. ما اقدرش اقارن الفتره اللي جه فيها ناصر ماهر وقال لك خليفه عبد الله السعيد لما جه الاعاره الاولانيه، ده الاولانيه وظلم ناصر ماهر، رجع سموحه تاني ادى بشكل كويس، رجع النادي الاهلي تاني دلوقتي. نفس القصه رمضان لما مشي وجه طاهر، تفتكر التجربه المره دي من وجهه نظرك هتكون مختلفه؟ التجربه المره دي مع ناصر ماهر هتبقى مختلفه، لان خلاص هو خد الطلعه الاولانيه. نفس القصه طاهر لما جه من المقاولين والناس قارنته ان ده هيأدي هيبقى البديل لرمضان صبحي، لا يا جماعه الموضوع مختلف خالص. الموضوع ان كل لعيب ليه ستايل مختلف. بركات كان نجم كبير في نادي الاهلي، ودايما بقول ان هو من الناس اللي كانوا نجوم العناصر الاساسيه في نادي الاهلي، لكن هو مهارته مختلفه عن ابو تريكه، مختلفه عن عماد متعب، كل واحد ليه ستايل مختلف. طبعا فما ينفعش ان انا اجي دلوقتي في الوقت الحالي اقول ان بدري بانون الناس بتقارنه بكابتن عماد النحاس. لا، كابتن عماد النحاس ده يعني تاريخ كبير جدا في نادي الاهلي، واللونج باص بتاعته ما تلاقيش ليبرو كان بيعملها خالص في السنين اللي فاتت من بعد ما هو بطل، فما اقدرش اقارن واظلم لعيب. بدر بانون هيبقى من اللعيبه الكويسه جدا وصفقه مهمه للنادي الاهلي بالمباراه اللي هو اداها الفتره اللي فاتت، لكن ما تظلموش، ما بلاش الجمهور يظلم اللعيبه، بلاش تظلم طاهر وهو لسه بيحاول يا دوب ان هو ينسجم مع اللعيبه، ما تظلمش ناصر وهو لسه راجع وبيقول انا لسه بسم انت ليه محسسني ان الجماهير ما بترحمش يا كابتن؟ لا، الجماهير طبعا النادي الاهلي ما بترحمش، لان انت مطالب ان انت تاخد بطوله، مطالب ان انت تهدف كراس حرب، النادي الاهلي نفسه في راس حرب يهدف له. امبارح بهني طبعا محمد شريف من غلال حضرتك. ايه رايك في ماتش الغزل امبارح؟ بص، انا اتفرجت على ال 18 مباراه اللي اتلعبوا في الاسبوع الاول والاسبوع الثاني كلهم. ايوه، الدوري بادئ بدايه قويه جدا، النسخة دي مختلفة. مختلفة لسبب من وجهة نظر الشخصية، ان فترة انتهاء الدوري اللي فات وبداية الدوري الحالي الفترة قصيرة، طبعا ما فيهاش فترة اعداد زي السنين اللي احنا متعودين عليها. أيوة، فاوريدي اللعيبة جاهزة، الثلاث اسابيع او الاسبوعين اللعيبة خدتهم راحة، مش راحة يعني.
لا النادي الاهلي الوحيد اللي ما بياخدش راحات. النادي الاهلي ما خدش ما بص اللعيبه ما شافتش قدامها. هو يعني العرف في النادي الاهلي ان ما فيش راحات طبقا للبطولات اللي النادي الاهلي مشارك فيها، والحمد لله ان اللعيبه على قد المسؤوليه. وقلت لحضرتك طالما في دكه قويه ما تقلقش على النادي الاهلي، خاصة ان في اصابات كتير، لكن الحمد لله البدائل طول ما هي جاهزة، ودي شطارة مدير فني. ايوه. وفي نفس الوقت في كلمة قالها اينو وقالها صديق وانا بجمع معاهم على القصة دي، لو ما فيش حب ما بين اللعيبة صعب تحقق الثلاثية او صعب تحقق بطولة الدوري او كأس مصر. الحب ما بين اللعيبة دي حاجة مهمة جدا، واللي بينجح فيها اكتر هو المدير الفني. دي كانت قصه، كان مستر مانويل دايما كان هو محبب اللعيبه كلها في بعض. صحيح. وانت بتتكلم على اللعيبه انا افتكرت قائد النادي الاهلي، وبتهيألي انت يمكن قلت ان كان ليه دور كبير جدا في مشوار النادي الاهلي في الثلاثيه، كابتن محمد الشناوي اللي بيحتفل بعيد ميلاده واحنا وجهنا له تهنئه. انا عايزك تشوف يعني انا خدت بالي من اللعيبه عملت له تورتايه النهارده في بعد التمرين كده، اللعيبه والجهاز احتفلوا بيه وعملوا له تورتايه، فانا خدت بالي من الصوره اللي اللعيبه حطتها على التورته، وقلت اكيد وراها حاجات كتير محتاج انت تقراها لي او تقول لي تفتكر كابتن محمد شناوي في الصوره دي. يا ريت نعرض صوره كابتن التورتايه بتاعت عيد ميلاد شناوي، صوره بيتهيألي اختيارها وراه يعني وراه حاجه اكيد طبعا. فانا عايزك تقرا كده الصوره دي اهي، الصوره وراك كابتن محمود او زهره ورايا على الشاشه. ايه يا كابتن محمود؟ ده طبعا اثناء الاحتفال، ودي التورتايه وحوالين نجوم النادي الاهلي هما بيحتفلوا. بس تفتكر ليه اختاروا له الصوره دي تحديدا من هقول لك. هو طبعا الاول بقول الشناوي كرسون طيب وعبال 100 سنه ودايما متالق يا رب ان شاء الله، ودايما قد شرط القياده للنادي الاهلي ان هي شاره كبيره جدا وتقيله جدا. بشوف ان الصوره دي بالاخص ان هو اللي اختارها له على التورتايه دي. كان في ناس بتشكك في قدرات النادي الاهلي في بطوله افريقيا، والبطوله غايبه عن النادي الاهلي بقى لها سنين. فمن الواضح ان هو بيقول الناس يعني خلاص. هو حقق الثلاثيه وحقق بطوله افريقيا، الحاجه اللي كانت جمهور النادي الاهلي منتظرها الفتره اللي فاتت. جماهير بتبقى او اللاعبين بتبقى شاغله بالها يعني كنت بتكلم معاك على السوشيال ميديا، وقلت لي انه السوشيال ميديا اثرت بشكل سلبي جدا على اللعيبه وعلى تركيزها طبعاً. وعلى تفكيرها. تفتكر الموضوع ده حاصل بشكل اكيد؟ يعني انا وجهه نظري اللي بقولها دايما في كل حته ان السوشيال ميديا مؤثره جدا على اللعيبه في خلال السبع ثمان سنين 10 سنين اللي فاتوا. المواهب قلت، زي ما كان بيقول لك اينو صديق، اللعيبه الحريفه بقوا قليلين جدا. زمان كنت تلاقي في ال10 سنين اللي هو من بدايه مثلا من 2005 لحد مثلا 2012، في الفتره دي كان في لعيبه حريفه كتير جدا في كل الانديه في الدوري المصري. كنت تيجي تشوف في كل الانديه في 3 4 لعيبه تقال بمعنى تقال. دلوقتي اللعيبه قلت، الحريفه للمواهب قلت. شوف ان السوشيال ميديا واخده كتير جدا من ذهن اللعيب. الفتره الزمان اللي احنا كنا فيه، في الجيل اللي كنا فيه، كان اللعيبه مركزه في الكوره فقط لا غير، ما كانش في حد بيشغل باله ايه اتكتب عليه او منزل بكره صوره ايه وكومنتات ايه وراي ناس ايه. يمكن كابتن محمود بس عشان المدرجات فاضيه، لكن لما الملاعب تفتح ابوابها استقبال الجماهير مره ثانيه والجمهور يبقى موجود مع اللعيب في التدريب وفي الماتش، اعتقد الوضع هيتغير بشكل كبير، والسوشيال ميديا هتتراجع بشكل كبير. وده الحقيقه شخصيا اللي انا اتمناه، لانه ده بيضيف على الكوره متعه كبيره جدا. طبعا شرفتنا ونورتنا حبيبي، ربنا يخليك. سعيد جدا وسعيد ان انا كنت متواجد معاك. انا سعيد انك كنت معايا النهارده، والوقت جري معاك بسرعه جدا حبيب. كان نفسي نقعد ندردش في مواضيع كتير جدا، بس بشكرك على تلبيه الدعوه وعلى وجودك معانا على شاشه الاهلي في السادسه. شاكر ليك. شكرا. شكرا ليك. شكرا لحضراتكم. بنبتدي معاكم اسبوع مهم جدا، وبالتاكيد هنتابع معاكم على مدار الايام اللي جايه سفر واستعداد النادي الاهلي ان شاء الله لخوض اولى جولات مشوار دوري ابطال افريقيا العاشره يا اهلي، لقاء سوني ديب بطل النايجر في نهايه الاسبوع الحالي. بشكر حضراتكم على متابعه حلقه النهارده، نشوفكم بكره ان شاء الله حلقه جديده والسادسه.